سلام. السلام عليكم. تفضل. هي أول شيء موضوع البنزين المعقد، هي البطاقات الوقودية. نعم. هي البطاقات الوقودية شغلة غير قانونية على هذه الشريحة من العالم، السيارات العجمة وغيرها، وطالب السيد المحافظ في حل هذه المشكلة. محافظ، مشكلة البنزين بالمحافظة يعني شنو بدها تبرر هاي الأزمة؟ يعني اليوم حصة المحافظة اللي ترد من الوزارة النفط والشركة المنتجة النفطية هي 1,350,000 لتر، يعني هذا جزء من هاي الحصة المحسن هو 650. ليش هاي الأزمة بدها تصير؟ الأزمة واضحة، احنا محافظة محددة لإقليم كردستان. الناس اللي يعني في الإقليم لديهم منتوج بسعر عالي جدا، بحيث المحسن يوصل إلى 1,400، والعادي البنزين اللي يباع لدينا ب 450 يباع في محطات الإقليم ب 1,150 دينار. وبذلك عندما يفتح مثل هذا الباب ستجدين أنه تقريبا كانت إحصائياتنا واستطلاعاتنا عندما فتحنا البنزين المحسن اللي هو ب 650 دينار، كان تقريبا 75% من الذين يمسكون الدور للتزود بالوقود كانوا من سكان الإقليم، كونه يقطع 20 إلى 25 كيلو متر، وبذلك أصبح عرضة للتهريب والتجارة والاستفادة منه. وبذلك حصرنا هذا الموضوع بالبطاقة الوقودية لابن كركوك، بحيث يحصل ابن كركوك على حصة الوقودية بالسعر الرسمي. والجميع يعلم بأنه فرق السعر لا يمكن مقاومته، وهذا الفرق بالسعر طبعا يفتح شهية المواطن في الاتجار بالوقود. صحيح. ولا نستطيع منع مواطن من أن يتزود بالوقود ويذهب بسيارته، وهو طبعا التهريب لا يكون بالصهاريج أو بكميات، ولكن أيضا يستفاد منه بالسيارة، بحيث المواطن من الأقليم يتزود بالوقود ويذهب، وبعد يومين أو ثلاثة أيضا يتزود بالوقود، أصبح وقودنا غير كافي لمثل هذه الحالة، مما اضطرينا أن نحصر التزويد بإبن كركوك في البنزين العادي. نعم، يعني سيادة المحافظة افتهمت هاي المشكلة هي وقوع كركوك أيضا بين المحافظات محايدة وخاصة مدن إقليم كردستان، هاي يعني اعتبرها ثقل على المواطن. هاي الكربونات اللي بدنا نتكلم عليها يعني خاصة تم تجهيزها وقودها المركبات الخصوصية والعمومية منذ عام 2014، هاي كافية أيضا للمواطنين إذا الكربونات؟ احنا وسط هذه الأزمة. نعم. كان المواطن يحصل على 50 لتر للسيارة الخصوصي في الأسبوع، و80 لتر للسيارة الحمل التي تعمل بالبنزين، و120 لتر أسبوعيا لسائق التاكسي بالكربون. بالطبع حتى نحسن وضع الكربون اتفقنا مع وزارة النفط أن يكون هذه الكمية ليست في الأسبوع، قلصناها إلى 5 أيام، بحيث يستطيع المواطن يحصل في 5 أيام بدل الأسبوع الذي كان معتمد من 2014، لزيادة حصة المواطن الأسبوع يعني في كل استلام. فكان يستلم 4 حصص في الشهر، اليوم يستلم 6 حصص في الشهر، بذلك زدناه حوالي 30% لكي يطمئن المواطن من حصوله على الوقود بالسعر الاعتيادي، ويتخلص من ظاهرة التهريب والزخم على المحطات. وبذلك تجدين محطاتنا بالكربون تعمل بشكل طبيعي وبدون ازدحامات. نعم.